سهلا البنات، هذه راه واحد ندير معكم واحد الكيكه اللي هي بالتفاح. انايا جوج تفاحات هما هادو، قطعتهم بهذه الطريقه، هذه شكل مربعات، ما هما يا صغار ما هما يا متوسطين بحال هكايا. درت معاهم درت شحرتهم مع شويه تاع مع معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره تاع الزبده، ومعلقه صغيره ديال القرفه. فوالا التفاحات البنات، فوالا التفاحات يكونوا تقريبا قد جوج تفاحات بحال هكا، يعني نيشان. يعني انا درت هاد الاحمر، تقدروا ديروا الخضر ولا الصفر ولا هذاك. المهم غنشحر هاد المورسو تاع التفاح، نشحرو يولي كاراميليزي يتكاراميليزا بحال هكايا بهاد الطريقة، ونخليوه شوية. فوالا هذا، ومن بعد غنوريكم الطريقة ديال الكيك ديالنا، كيفاش غادي نحضروه، كيفاش غادي نوجدوه. اهلا وسهلا البنات، كما قلت لكم فوالا دابا يا منين كرامي درت التفاح بحال هكايا ولا كراميليزي، هو الاول حضرناه باش يبقى بارد في الجنب. من بعد غادي نديرو ندير هاد جوج بيضات مع فوالا جوج بيضات. غادي نزيد نزيد سميتو هاد حيت غنستعملو في هاد الكيكه هاد الياغورت اللي هو ناتور، يعني ياغورت ناتور يعني عادي، ما فيه لا فاني لا حتى حاجه، ناتور هو. باش غادي نعبر كلشي غادي ندير، درت جوج بيضات، غادي ندير واحد شي قبصه الملح. من بعد غادي ندير نعمرو بسميتو بالسكر سنيده، وما غاداش نعمروه، انا ما كنديرش السكر بزاف حيت عندنا التفاح درت فيه السكر، ما غاداش نعمروه، غادا ندير ربع ديال السكر. ومن بعد شنو غادا ندير، غادا نطرب مع سميتو مع فاني وحده، غادا نديرو واحد ساشي تاع الفاني. ومن بعد البنات شنو غادي ندير، صافي غادي نطرب هاد المكونات كامله مزيان، غادي نطربها غير بالطراب يعني تاع اليد، ما غادي نستعمل حتى شي. نديرو قبصه الملح كما قلت لكم، فوالا السكر غادي ندير هذا، وصافي غادي نطرب هاد الشيء مزيان، وغادي نرجع معكم البنات. هانتوما البنات، من بعد ما خلطت هاد البيض مع السكر مع الفاني مع قبيصه الملح، شوفوا كيفاش كيجي لينا، كيجي لنا بهذه الطريقه هذه. من بعد كنبقى هاد الكاس نيت اللي قلت لكم ديال الياغورت، غنعبى فوالا كنخلطو بحال هكايا حتى غادا كيعطينا هاد القوام، هادي كتجي كريم بحال جينواز. فوالا كتعطينا هاد القوام هذا، صافي نيشان. من بعد غادي نزيد هاد سميتو هاد الياغورت هذا، هاد الياغورت هذا غادي نزيدو حتى هو. فوالا
يعني هاد الكيكه البنات غير بالطراب هذا يعني كافيه، يعني بلا ما تستعملوا يا خزابله. انا كنظن هاد الطراب هذا تاع اليد يعني كافي. ها انتما عطاتنا هاد القوام بيض كريم داكشي صافي، هذا هو القوام اللي بغيت حنا، اللي بغينا حنا هو هذا. والدقيقه البنات هنايا راه غربلته هنايا بنفس الكاس هذا تاع الياغورت، درت جوج كيسان تاع الدقيق تاع الياغورت مع جوج شاسي ديال سميتو ديال الخميره، الخميره الكيماويه. هلا جوج كيسان ان شاء الله يجي تجينا هكا. هانتوما البنات كتجي كتجي خفيفه هاد الكيكه وزوينه، يعني كتجيش كتجي مختلفه على هذا. هو القوام اللي بغينا هو هذا. هاد الاثناء كنزيد واحد هاد سميتو هاد الفينيغ بلون اللي هو الخل الابيض، معلقه صغيره صافي حتى الاخير، وكنزيدو هاد الفينيغ الابيض كي مزيان للكيك. صافي البنات انا من بعد وعرجع معاكم باش نوريكم. البنات من بعد ما سميتو منين صافي سالينا هادي درناه في هاد المول، هذا المول ديال الكيك اللي عندها شي مول بحال هكايا معروف لي مول ديال الكيك، اغلب هاد كيكون تدهن بكلشي معروف، عم هادشي راكم عارفينه زعما صراحه. هاد المول كان انا درت دهنتو بالزبده ودهنت ودرتو بسميتو زعما صافي كان صافي. من بعد ما درنا لها هكايا صافي في هاد الاثناء كنديروا التفاح ديالنا اللي هو بهذه الطريقه هذه. Je vais arrêter là maintenant, je vais arrêter de jouer. On me rappelle la tire.
لا كنفرقوه بحال هكا في جاف كلشي، كنحاولوا رايا في الاولى ما فوالا هادشي بحال هكا. والتفاح دابا درنا له الطريقه هذه كتجي زوينه مع النسمه ديال القرفه مع السكر مع هذه كتجي يا سلام روعه زعما في المذاق داكشي. فوالا فوالا نورمالمون ابخي تك صافي. المهم بحال هكايا كنشدو حتى الزبيب ديالنا وهذا تنديرو له بحال هكايا عليه هكا بهاد الطريقة حتى هو. اي نوع ديال الزبيبي ماشي بالضروره هذا ولا حتى بالنسبه للتفاح ماشي بالضروري يكون الاحمر ولا يعني اي تفاح يجي مزيان. داكشي علاش ما قويتش انايا البنات السكر ديال كما قلت لكم هذيك ما عمرتوش ما عمرتوش كاع بزاف لان ديجا عندنا الزبيب السكر درناه مع التفاح زعما صراحه الواحد ما عندو لاش يكثر السكر بزاف. غدا هاد المكسرات يعني الا عندكم اللوز عندكم الكركاع اللي عندكم ديروه. المهم انايا حاضر دابا عندي الكركاع راني غادي نديرو تيتواتى الكركاع مع التفاح وحتى اللوز والسيتا هو تيجي زعما صراحه تيجي مزيان غير حتى اللوز راه كاين بالك عاد نبقى هاد الكيكه كتجي بحال هكا تجي غنيه بهذا الشيء ديال تجي لذيذه صراحه تجي زوينه. صافي دابا يا انايا هانتوما يا البنات دابا يا الكيكه ديالي هي صافي فيها تفاح فيها كلشي هذا غدا نديرها في الفران طيب. انا الفران ما سخنتوش من قبيله زعما ملي بديت كنخلط فيها يعني حتى دابا يا من الاحسن لان حيت عندي تكون مع ماشي من هذوك الكيكات اللي كيتنفخوا اولا اللي فيه انا يعني واخا ندخلها في الفران يكون بارد وعاد نشعل عليها ماشي ممكن يعني ما عندها ما ماشي بالضروره انك تشعلي الفران من قبل الى اخره. المهم غندخلها دابا يطيب ومن بعد نتلاقاو البنات. البنات صافي من بعد ما طابت لينا رجعت لينا بهذا الشكل هذا هما كيف كتشوفوا معايا طابت مزيان من الفوق ومن التحت. صافي دابا من بعد وغادا نخليها تبرد شويه ومن بعد ندهنها بالكونفيتور وفوالا باش تشوفوا معايا النتيجه من بعد منين سالي كتجينا بهاد الطريقه هذه تجي زوينه كيكه غزاله.